هو في مجموعه مثلا عاملين صحاب وبعدينه عنهم، فالطفل بيتاثر نفسيا اللي هو انا هو بعدينه عنهم. هنا في سبب، ايه السبب؟ هنا يبقى هنا المشرف عليه في المدرسه او الحضانه هو اللي يقدر يوجه وهو اللي يقدر يشوف. في طفل بطبيعته منطوي، وخاصه البنات، يعني البنات في سن المراهقه المتاخره والمراهقه الطفوله المتاخره والمراهقه بيكون عندهم انطواء. هنا الدور للكبير مش للصغير. الطفل هنا ممكن يكون منطوي، مش قادر يلعب، مش عارف يميز العب معاهم ايه. طب هنا الاهل هنا ممكن يعملوا ايه يا دكتور رحاب؟ يعني هم لو لاحظوا ان هو الطفل عندهم منطوي او لو لاحظوا ان هو عدواني بزياده، بنتكلم طبعا في مرحله ما بعد الست سنوات، ايه التصرف الانسب والمماثل؟ عدواني بزياده بيكون له سببين، عند يعني العنف الموروث والعند الموروث من الام او الاب. العدواني بزياده بيكون مدلل قوي، فبالتالي بيتعامل معهم باسلوب التهديد مع الاسره. لو ما اديتوني فتحتوا الكرتون الموبايل، لو ما خدتوش دلوقتي انا هكسر الحاجه اللي موجوده على الترابيزه، انا هضرب اختي الصغيره اللي عندها سنه او سنتين، انا هفضل اعيط ساعتين. فاستخدم معهم اسلوب التهديد فبيرضخوا لتهديده، فبيظن الطفل على قدر يعني تفكيره ان هو لازم يستخدم هذا الاسلوب في الحضانه، ان هو لازم المس تهتم بيه لوحده، لازم ياكل وقت ما ياكل. احنا عارفين ان في الحضانه بيعلموهم شويه انضباط، هنا لا تاكل في الوقت ده وتسكت وتسمع زميلك، وده المفترض. فبالطبع هو عايز يفرض نفسه زي ما بيعمل في بيته. فهنا المشكله العدوان الذات بيكون اصلا مشكلته الام والاب، مش مش هو مؤثر يعني خارجي، لا ده سبب الام والاب. يعني الجزء ازاي خصوصا في السن اللي هو بعد الحضانه بقى هم يبطلوا عدوان يعني هم يتعالجوا، هم يبطلوا ضرب فيه، يبطلوا مناوشات. يعني يعني حضرتك لما تيجي مثلا نحلل حادث حصل في المجتمع نلاقي نقول طب والاطفال عاشوا ازاي؟ يعني لما توصل الام والاب ان هم مثلا تبادلوا الضرب، تبادلوا السباب، وصلت لحالات قتل، فانت ده طبيعي. الطفل ده في البيئه دي عايش ازاي؟ هو عايش كده، يا اما منطوي جدا وخايف جدا، يا اما عدواني جدا. فبالتالي البيئه بتفرز السلوك اللي الطفل بيخرج يتعامل بيه للمجتمع الخارجي. طيب في هنا عندنا امهات ما بتحبش اولادها يعني تلتقط الفاظ خارجات، وده طبيعي طبعا، وده ما بيلعبش مع طفل عدواني. فاسلم حل بتقول له ما تلعبش مع الطفل ده، ما تتكلمش معاه، ما تتعلمش منه. فبالتالي بيلاقي نفسه وحيد بعد ايه فترة معينة. فهنا يرجع نقول ان دور المدرسة التوجيه للأم والأب في حالة ان هم مش عارفين وما عندهمش علم، بنوجههم ازاي يقدروا يعملوا يعني تعديل للسلوك الابن ده، وازاي ان هم نفسهم يعدلوا من سلوكياتهم عشان الولد يبقى افضل من الوضع اللي هو فيه. لان الطفل العدواني مشكلته مراهق عدواني، مشكلته شاب عدواني، مشكلته زوج عدواني، مفيش حاجة فجأة اسمها زوج عدواني، ولا هو طول عمره كده، او زوجة برضو يعني طول عمره كده، بيستخدم ايده قبل عقله، بيستخدم ان هو يتعامل بعنف قبل ما يفكر. فبالتالي انا بربيه منذ الصغر عشان يكون انسان صالح في المجتمع وبيخدم الوطن. اهمالي للعدوان، اهمالي للكذب بتاع الطفل، اهمالي للعند، الاهمال ده ينتج عنه شخص غير متزن نفسيا وبيؤذي الاخرين طبعا، لانه بيحتك بجامعه بطلبه وبمدرسين وفي ثانوي ومرحله ثانوي وبيرتبط، فبالتالي بيؤذي الاخر. فهنا محتاجين بذل مجهود من الام والاب. عشان كده بقول قرار الحمل، قرار انجاب طفل مش قرار عشوائي، ده قرار لازم يدرس مصيري. ايوه، لان هو ما ينفعش الناس تخلف خمسه وسته وتقول كل واحد برزقه، اوكي الرزق بتاع ربنا، الرزق ده في الاكل، ولكن التعليم، الاخلاقيات، ان انا اعلمه، ما هو ده كله مجهود على الام والاب. اللي يعلم اثنين احسن ما يعلم خمسه، اللي يراعي اثنين ويراعيهم في فتره المراهقه ويتابعهم ويسالهم عملتوا ايه النهارده، طب ايه اخباركم، كل دي امور عاطفيه ونفسيه. ما اقول لاثنين غير لما اقول لخمسه او سته، طبعا بتفرق. اي والمقولات كثيره جدا في النقطه دي، يعني اللي هو ما فيش حد بيبات من غير عشاء ومش عارف ايه، مع ان في اطفال كثيره مش اقصى طموح الانسان عشاء وغداء، يعني ده ما ينفعش.